السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا نتكلم عن النسخة التدريبية الخامسة للسيرتين، اصبح على المكان ما موجود في الشقة، فسامحوني على الازعاج من البداية. سامحوني الازعاج، احد يعلمني بالازعاج وكل شيء جالس في الكافي. اوكي، فبعد ما حددت النظام الحين انا نشوف لكم الحين التغييرات اللي صارت فيه. الرقم الجهاز تغير، البيلد دمر تغير، الفيرموير برضو تغير. كان القديم عندي 17A55 3 4F، الجديد الحين صار خشنا نشوفه 17A55 4 7D. ما شوف، فتقدم شوي حرف، كان F الحين صار D، فقربني يعني. اوكي حلو. لو نشوف الحين بالفيرموير او لاقة الشبكة، اول كان 1 53 02، الحين صار 1 54 04. ما شوف، ففي تغيير. ما راح اقيس لكم الشبكة لان الشبكة صارت كويسة عندي في المكان. ما شوف، اتوقع جرب كي لو بنشيك تجربة يعني. ما بي طبعا ما راح اقارن بالشبكة القديمة او بالاصدارات القديمة اللي سويتها. ليش؟ لان المكان يختلف، الشبكة اللي في ذاك المكان غير هذا المكان. لكن نجرب مثل ما نشوف. عندي بارين بس الشبكة، البينج او الليتنسي مرتفع 62، الداونلود مثل ما نشوف ممتاز، يعتبر 60 ممتاز، 65 ممتاز، مع ان بارين عندي الرافع مثل ما نشوف نقدر نقول 10 بس ما يحتاج نسرع ونسوي اشي ثاني. شوف التغييرات البداية في الجهاز شي صار. البداية في الفيس تايم، لو نخش الفيس تايم، لو بنشوف السوفتير القديم كان في ميزة حطوها، لو بتشوفون السوفتير القديم الفيديوهات اللي سويتها له، ميزة ان تتبع العين. يعني مثلا لما تتكلم شخص وكنت ما راح تطلع على الكاميرا، بتطلع في وجهه فيدري انك ما تطلع فيه. حطوا حركة ان قبل ما كيف سوتها بالاي اي، انك بدل ما تطلع في وجهه بس ان يتضح له انك كانك تطلع فيه، كانك تطلع في الكاميرا. الحين كنسلوها من هنا، ما ادري هل بيخلونها تلقائي خلاص موجوده على طول وما يحتاج تشغلها وتطفيها، او ان كنسلوها كامل ما ادري. المهم ان تشال الخيار، اول كان موجود هنا خيار تشغله وتطفيه، الحين شالوه. هذا اول مشكله او اول شيء سلبي. لو بنخشينا في الرسائل، في شيء يعني اهم شيء مكان في المشاركه، لو نضغط هنا الحمد لله تغير كل شيء. اول كانت الخبصه هنا اللي موجوده اشياء، يعني هذه مالين ابل رسمية، كانوا اول مخبوصين مع الاشياء الثانيه اللي حق مثلا هذه الاشياء اللي موجوده هنا بعض البرامج او لحق الشورت كات، كانت اول مخبوصه كلها مع بعض في اللون الازرق. الحين لا، الحمد لله غيروها ابل، فالخيارات اللي فوق هي مثلا كوبي والاشياء دي كلها بالحاله مفصوله عن الاشياء الثانيه. فحركه حلوه ممتازه، الحمد لله انها بصوت. برضو نروح نخش الاعدادات، نرجع نخش مثلا نخش على الديسبلاي هنا. حركة حلوة الحين قبل ما تشغلها، نشوف السيت اب، لو نضغط عليه شوف شلون، شوف كيف الحركة، حركة حلوة ما كانت اول موجودة. اول كانت تختار الشيء وتضغط كونتينيو عشان تسوي السيت اب. الحين نشوف البريفيو كيف يجي، نضغط عليه مثلا تطلع، في حركة حلوة تقدر تشغل اوتوماتيك مثل قبل يعني موجودة، في حركة حلوة. برضو الحين شيء كويس ما كويس، يعني مثل المايك هنا موجود، بعض الاشخاص يقول لك ان النسخه الخامسه تكنسل عندي المايك. انا الحمد لله موجود عندي المايك موجود في السيرش هنا في الاعدادات، بعضهم يقول لك تكنسل. برضه لو بنخش في الوايرلس هنا، البعض صارت عنده مشكله او تغيير برضه في النسخه الخامسه، ان البعض انا الحين الوايرلس اللي شبكه لي راح يعطيني اياه هنا خلاص، يقول لك فوق الاشياء اللي شبكه لي في رقم سري بس تظل هي مشبك على طول. اول كانوا مخبوصين كلهم في جهه واحده، الحين شوي في ترتيب فصلوهم. البعض برضه راحت عند الميزه في النسخه التجريبيه الخامسه اللي موجوده، انا الحمد لله انا موجوده. طيب تشيك انت اذا كان موجود عندك او موجود عندك. عندي تغيير شوي خفيف على الكتابه حقت ابل، تغيرت، ما غيرت انا البولد الخط، ما غيرت شيء، ما كبرته ما صقرته، لكن عندي شوي تغيير صار اصغر هنا. الال تي صار عندي اكبر، تغير بدون اي تعديل عندي، ما عدلت على اي شيء كذا فجاه بالحاله صار الشيء. يعتبر نقدر نقول حركه حلوه. الصور هنا برضو في خيار ثاني كان، هذا هو مثل ما نشوف نزل عندنا، اول كان موجود ان حق فيديوهات تشتغل على طول تلقائي، ما كان موجود عندي اول، نزلت لايف فوتوز تعرفون، فحركه حلوه نزلت. لو بنخش اب ستور الحين في بريفيو او في كلام زياده، يعني كل شوي قاعدين يزيدون على الابل اركيد. هذا الحين اوكي الاركيد هنا، الحين قاموا يحطون كلام هنا مثل ما نشوف، كان اول ما موجود الكلام، ف البلاي اد فري
لما تشوف الأشياء دي. أول ما كان في كلام في السوبر مس القديمة الكلام اللي تحتها يعني. هنا بقال يزيدون عليه يعدلون حركة حلوة برضو يعني مجهزين لهم الشيء. لو بنفتر رحين يعني أو آخر شيء لحق الشيء ده موجود في النسخة القديمة لكن هنا ما تكلمت عنه في النسخة الرابعة اللي هو أنا أتكلم في النسخة الرابعة لأن تضغط هنا تقدر تسوي رينج تخليهم يهتزون لما نشوف الخيار هذا هنا موجود تقدر الحين تسوي بحركة أجمل مثلا تضغط هنا وتسحبه شفتوا كيف ما يحتاج مثلا أوكي أضغط عليه وانتظر أو يعني مثلا أضغط عليه كذا وانتظر وانتظر لين يهتز أوكي يهتز ما يوده يهتز شفتوا كيف الحين خلاص أضغط عليه سحبه يجيك الحركة فحركة حلوة برضه. هذه الأشياء كلها اللي موجودة في الآيوس 13 نسخة تجريبية الخامسة ما راح أشوف الجيك بنش والأشياء ذي كلها اللي نسويها ممكن ما يساعد هنا وآسف طبعا ما في فرق أداء الجهاز الحين استخدمته يمكن لي 6 ساعات من نزل ممتاز ما في تعليق ما في شيء أتوقع نفس النسخة اللي قبل فهذه كل شيء لكن في الآيباد نزل في شيء جديد انتظره يوصل 50% عشان حاطه مع اني حاطه في الشاحن لكن ما براضي احتياطي الامر المهم في ميزه جديده نزلت هنا في شنو في الايباد الا وهي في الايوس 13 الحين البرامج زادت في الصفحه مثل ما نشوف الحين 1 2 3 4 نقدر نحط 5 والسادس هنا وهنا 1 2 3 4 5 هنا 6 ف 6 في 6 البرامج صارت افضل اول كانوا برامج ابل كانوا تقريبا هنا 6 وهنا 4 بس يعني انك تخليه بالطول مثلا هنا 6 وهنا 4 من الجهاز بعد فأبل هنا في النسخة التدريبية الأولى والثانية والثالثة الآيوس 13 والرابعة أجبرتك أن خلاص ترون برامج أكثر الحين لحددت النسخة التدريبية الخامسة لا حطوا لك أوبشنز أو خيار في الإعدادات لو تخش الإعدادات تروح على طبعا ما برضي ينزل عندي بس إذا نزل عندي أروح على الوال بيبر هنا راح يطلع لي خيار أني أقدر أرجعها للحركة القديمة بدل ما يكون 6 في 7 يرجعوا على الحركة القديمة بس هذا التغيير كله فبس هذا الشيء الجديد ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني وسامحوني على الصوت والإزعاج والسلام عليكم أخيرا تحدث العباد لما نخش الحين نخش على الديسبلاي ننزل تحت نشوف الخيار هنا هنا هذا الخيار الجديد ايفونات أكثر مثل ما نشوف نقدر نغيره نرجع الخيار القديم الخيار القديم راح يكون الايقونات القليلة مثل ما نشوف كم توقع الايقونات اللي أكثر أفضل هذا الشيء الحلو يعني الحين يوم كامل استخدمت الايباد بعد ما استخدمته يوم كامل طلعت عندي مشكلة المشكلة اللي واجهتها الحين إنه لو أفتح برنامجين في نفس الوقت مشكلة القص أو إنه مثلا أكبر برنامج صغر برنامج العلامة اللي هنا أقدر أتحكم فيها شو صارت هذا الباجز يعني بتعدل بعدين ما أدري ليش بنا أحرك لازم المسألة هنا أنا برضه يواش في كيف الحين نزلت تحت تعدلت بس كل مرة تصير نفس المشكلة دي مثلا لو نرجع مرة ثانية شوف نحط البرنامج مرة ثانية حطنا شوف وين تروح المسة هنا بعدين تنزل فهذا مشكلة في السوفتوير الجديد إن شاء الله تنحل في نسخ تجربية ثانية